أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها شكلت لجنتين لاختيار المدرب الجديد للمنتخب المغربي والمدير التقني الوطني، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب المديري للجامعة يوم الخميس 25 يوليو. وذكر بلاغ للجامعة أن قرار اللجنتين سيعلن عنه شهر غشت المقبل. وفيما يتعلق بالجموع العامة، أوضح البلاغ أن الجمع العام الانتخابي للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة سيعقد يوم 15 شتنبر المقبل. هذا وسيعقد الجمع العام الانتخابي للعصبة الوطنية لكرة القدم والجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في 16 من شتنبر المقبل. وأبرز المستردات أنه تم تحديد يوم الثالث غشت المقبل موعدا لليوم الدراسي لفائدة رؤساء الفرق والمدربين والحكام، ويوم 20 غشت كآخر أجل لحصول فرق القسم الوطني الأول على اعتماد الجمعيات الرياضية من طرف وزارة الشباب والرياضة حتى يتسنى لها خلق شركة رياضية قبل بداية الموسم الرياضي. وأشار البلاغ إلى أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وافق على مقترح يخص فئة الشبان لفرق أندية القسم الوطني الأول التي تشارك في بطولة الهواة القسم الوطني الأول برفع سن لاعبيها من 21 سنة إلى أقل من 23 سنة.